أهلا بكم من جديد. ويبدو أيضا أن الصحف العربية مشاهدينا الكرام وإن كانت اهتماماتها التقليدية أن تهتم بما يحدث في دول المنطقة، لكن في النهاية السوبر باورز أو القوى العظمى هي مجال اهتمام للجميع سواء الأجنبي أو العربي. الصحف العربية من أهم ما جاء فيها ما يحدث في فلسطين، تطورات الأوضاع في سوريا، قرار حظر رفع الأذان، أيضا ما يحدث في اليمن، لكن كل ذلك مرتبط بالقوى الكبرى. نبدأ بالحياة التي عنونت قمة موسكو ناقشت الأخطار الإيرانية في سوريا. سيطر الوضع في سوريا وسعي إسرائيل للحصول على ضمانات أمنية من موسكو على جلسة محادثات مطولة عقدها أمس الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المحادثات ركزت على علاقات تقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين أو طرفين اتحدا في مواجهة الإرهاب. وبوتين دعا ضيفه خلال قمة موسكو إلى قلب الصفحة لأن العالم أصبح مختلفا. وبعدما قال نتنياهو: ها هي إيران اليوم وريثة فارس تواصل سعيها لتدمير الدولة اليهودية، ويقولون ذلك بشكل واضح ويكتبونه على صواريخهم الباليستية. إلا أن الرئيس الروسي رد باقتضاب: نعم، إلا أن ذلك كان في القرن الخامس قبل المسيح ونعيش اليوم في عالم مختلف. يبدو أن العالم بالفعل يختلف كثيرا هذه الأيام. الشرق الأوسط، نذهب لكاريكاتير نتابعه مشاهدينا الكرام. يوضح الكاريكاتير التدخلات الإيرانية في سوريا على هيئة رجل يمسك بيده بمفتاح باب الحل السياسي، والنظام السوري في هيئة رجل ينتظر فتح هذا الباب. ويبدو أنه في تطابق ما بين المفتاح وفتحة القفل، يعني من بيده الحل في سوريا؟ يبدو الرجل الإيراني. أما عن الموقف الأمريكي إذا ما يحدث في سوريا والتحضير لمعركة الرقة، قالت الحياة بعنوان: المارينز في سوريا لتسريع معركة الرقة وطمأنة تركيا، حيث قرر الجيش الأمريكي نشر وحدة مدفعية تابعة لمشاة البحرية المارينز و400 جندي إضافي في سوريا لمساعدة قوات كردية عربية على إلحاق هزيمة بداعش في الرقة، تزامنا مع خطوات لطمأنة تركيا قرب منبج شمالية شرق حلب. وذلك وسط قرأ بخروج المقاتلين الأكراد، الجميع طبعا يبحث عن مصالحه مش مصلحة سوريا اللي هي، لكن في النهاية الحقيقة أن مصلحة سوريا تعود بالنفع على كل الجيران، هذا إن وعوا أو فهموا. في سياق نفسه كتب محمد خروب في الرأي الأردنية بعنوان: اجتماع الجنرالات الثلاثة والتفاهمات الكبرى. الكاتب يقول: إن معركة الرقة التي يبدو أنها كانت في صلب اجتماع الجنرالات الثلاثة يبدو أنها في طور التسخين واحتمالات اندلاعها واردة بين لحظة وأخرى، خاصة أن داعش فقد هوامش مناورته ولم يعد أمام التحالف وروسيا وكل المعنيين بهزيمته سوى اغتنام الفرصة للإجهاز عليه ودحره. لكن أنقرة يمكن أن تعرقل هذه الجهود أو تطلب مقابلا سياسيا أو معنويا جراء استبعادها. ويبدو أن وضع الرقة تحت حماية روسية أمريكية حتى يتبلور حل سياسي في سوريا سيكون إجراء مقبولا وفق ما يرشح من تسريبات. يبدو أن من أنشأ داعش ومن استفادوا منه أنه خلاص استنفد المراد منه، استنفد أهدافه، وبالتالي لابد الآن من القضاء عليه، ربما في وجهة نظر الكثيرين، والبحث عن بديل. يعني دائما هناك من يمثل أو يقوم بدور داعش في المنطقة، من يرث داعش؟ هنشوف الحقيقة، لأنه في الآخر صنيعة تأخذ وقتا، مثل القاعدة تأخذ وقتا وتنتهي واللي بعده. كتب أيضا خالد الغزال في جريدة الحياة عن موقف روسيا فيما يحدث في سوريا بعنوان: جنيف 4 واستحالة التسوية راهنا. وقال: لم يكن مفاجئا خروج مفاوضات جنيف 4 بسلة فارغة على الرغم الزمن الذي اتخذته قياسا في جولات سابقة. كما أن تصريحات رئيس وفد النظام عن أن الإيجابية الوحيدة في الاتفاق هي على اجتماعات مقبلة كان معتبرا. طيب، أذهب مشاهدينا الكرام للأمر أو الخبر التالي. والاتحاد الإماراتية تقول: الجيش اليمني يحرر 14 جبل وموقعا في نهم، حيث عززت قوات الشرعية اليمنية بدعم من طيران التحالف العربي أمس انتصارات وقع في بلدة نهم الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال شرق صنعاء. عقبال يا رب ما يتحرر الشعب نفسه وليس فقط الأرض. مشاهدينا الكرام، أذهب إلى جريدة الرياض السعودية التي اهتمت برصد التحالف اليمني في العام الماضي في اليمن، حيث عنونت في عام 2017
615 من النساء والأطفال قتلوا في اليمن جراء الغام الحوثي. المزيد مشاهدينا الكرام كتبته الصحافة العربية. ربما لا يتسع الوقت، لكن دائما تدور في نفس الفلك، تتغير الأخبار، تتغير الوجوه، لكن المتن واحد وهدف واحد واهتمامات البشر واحدة. شكرا لكم، كانت هذه مطالعة ومتابعة لأهم ما اهتمت به الصحف العربية والصحف العالمية. في أمان الله.